ده حضرات فتى النيل الابيض البطل العالمي ست رامبو ابولو اللي لف حوالين العالم بالموتوسيكل بتاعه بيلعب العاب ناريه على الموتوسيكل البطل العالمي ست ابولو رامبو. ودلوقتي يا حضرات هنلعب لعبة الموتوسيكل الخطيرة، الرجاء اطفاء السجاير والحفاظ على الامن والامان والنظام. هما سليم الحمد لله سليمة. ايه مالك يا ست؟ اي حاسب بالله بس مالك يا ست؟ قادر يا هيكتب. لا حلو قوي مية مية. في بيتك كنت هتقضينا بداهية. ما هو سريع حرامية. ايه اللي عملتوه في الموتوسيكل ده يا بلزع بلزع؟ الحمد لله سليمة الموتوسيكل مية مية سليم والكلاكس شغال بس احنا اللي بايظين. انا عايز موتوسيكل سليم والعجلة قدامنا اتكسرت. لا طب خد رجل عبد العزيز الورانية. ازاي رجل؟ انا ما عنديش ستيبل ما انت عارف. واكتب تاني كمان. انا هروح فيكم في 60 داهيه قدام على اسم نصابين حراميه. اوعى تقول حراميه نصابين. معقول لكن حراميه ازاي؟ اخرس انت تخرس. ايوه بيقول لك انت تخرس على تخرس. انت بالذات اللي تخرس. سعادتك عايز مين فينا اللي يخرس؟ ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا. الشنكمانات يلا. لا لا شنكمات. لا احنا لا مؤاخذه ما نضربش بالشنكمات فاهمني ولا لا؟ فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله. معاك كام عبد العزيز؟ معايا قول لي معاك كام؟ 10 راجل. الموتوسيكل بكام؟ الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول. انت معاك زي اللي معايا؟ معايا زي امبارح. انت عملت زي امبارح بس الواد عباس. الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك. وعباس جاي جاي جاي, جاي, جاي وهتاخد فلوس. الله عباس اهو تعالى. مش شايف هندية؟ تشكر يا بيوم يا امير. الحساب يا فنديه. والله خبرين ايه ده؟ احنا عاملين ايه؟ اطمن على حسابي في ايه دي؟ ما لسه سمون ضاربني دلوقتي في 120 قرش وانا يوميتي كام؟ دي مراتي هتولد. اديله اديله اديله. مسافر عليك يا سته. الله 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 الله. خد خد يا سيدي. يستاهل كل حاجه. انت بتقول مراتي هتولد؟ توأم. يلا بر مراتك وتوأمك. يخرب بيتك يا ستة دول اللي معانا. معلش بكرة طفلة جديدة. أنا يا جماعة ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجة. ده هيسكر بيهم. احنا ما حدناش الأدب. احنا خدين شغل. اسكت يا زيزو. المهم دلوقتي إن أنا فكرت في شغلانة هتكسبنا الذهب وبعيدا عن كل مخاطر. بس أنت اسمع كلامي. تصدق بالله؟ نعم بالله. أنت هتوديني في داهية. هنلعب. ودلوقتي يا حضرات عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟ لا انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. اخلع. انا عايز راجل. عايز راجل. راجل مش دستة. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص وبحق وحقيقي. الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال دفع 5 ريال تسقيف الريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسيفه.
للنبي. يا رب يا وي، من قال يا رب غاب، ومن قال يا عبد ندم بعون الله. كيف منيلة مبرك يا وي يا وي. صلي على النبي. صلي هيا 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 هيا. ايه طمني كام سيدي؟ 19 ونص. حلو رضا، انا مش قلت لك البلي هتلعب ليزو؟ ربنا يتم بخير يا سيدي. يلا بقى قوم بينا ناكل لنا لقمتين حلوين. ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه، انا ما اشربش. انا بشرب. الله، انا اسكر وانت تاكل المزه. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولاده عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل، انا عايز راجل. مفيش رجاله ولا ايه؟ ايوه هو ده، ده سيد الرجال البطل العضل التمام. هيكتف العبد لله. معلش حالك، قوم يا ريس، قوم يا حبيبي. روح معانا، روح معانا، روح معانا. يا سليك اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدب. قوم يا مدب، قوم يا مدب كتفني. قوم المدب هيكتفني. قوم يا الله يخرب بيتك. وانت عاوز انا بالذات ما نكتفك يا احمد. وده عيبه ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم. مالكش دعوه دلوقتي، هيبقى كويس. قوم. بقول لك ايه؟ عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره، بس روق الى منديل شويه، هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى، دام جايين تستلفونا رزقنا ولقمه حياتنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا. واخرب بيتك. طب انا هوري لك يا حلو، هوري لك يا رب. لازم اكتفك تكتيفه عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. طب واحد برجلك. شد شد يا اما. واخرب بيتك يا ابو عزيز. روح شد كتفه فرحان. يلا بقى بالصلاه على النبي، ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل؟ ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يالا. بس ما تقولش هلا. لا حقولها. فاضي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك. يا هاي واضربتني ربطة غلط. تو عليك وعلى شباب. هاي يا رب. مخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟ يا هاي العب بيتنا اهو. العب بيتنا اهو. العب بيتنا اهو. العب بيتنا اهو. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك انت، حد ربطك يا عم ستة وادالك بومبا وغيره. وطي صوتك، انت عايز تعملي فضايح؟ امال يعني عامل لي جدع وطلعت بقلب، وعلى رأي المثل من بره على الله ومن جوه يا رام الله. وفين من بره ولا من جوه؟ ما هو متنايم بستنين. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم ستة؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه.
بتتعب كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. متشكر متشكر يا بطه، انت بنت حلال قوي. عارفه ليه؟ عشان مامتك ست طيبه وست محترمه وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسك لي العيله فردا فردا؟ خلينا فيك، هنفكك ازاي؟ مش هتعرفي يا بطه. لو شغلت مخي هعرف، بس اكلك الاول. تهديت تعبت وينشف من صباحيات ربنا لحد الليل انا بتعذب ماشي في الشارع عايز حد يفكني، مش لاقي محدش عايز يفكني، جري ورايا حدفوني بالطوب اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين، اللي قال عليا جربان، اللي قال عليا عندي مرض معدي وخايف تعدي. متشكر حبيبتي متشكر. انا مش ممكن احسالك جميل ده ابدا. جميل ايه؟ واحده شافت واحد مربوط في الكتف. دي كانت رابطه بعقل، دي كانت خانقه. حط صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط. رايك ليكي حق. يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعوقك. القعده معاك حلوه قوي يا عم سيف. انت احلى حبيبتي. تعرفي يا بطه لو عملوا رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومه جوه عين قلبي. هو قلبك ليه عينين؟ اه وعينيا اللي شايفاكي ليها قلب. ها عشان الدنيا برد. يلا حبيبي يلا. الله يخرب بيتك. انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه فبحطني خليت رقبتي زي السمسمه، بقيت ماشي من غير سمسمه. خلاص خلاص يا ستة، المهم احنا نشتغل امتى بكره؟ نشتغل تاني؟ مفيش شغل بيني وبينك، انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك، انت من سكه وانا من سكه. يهون عليك العيش والملح. انا هشوف لي اي شغلانه تانيه اكل منها عيش لوحدي. يلا الله سكران بك يا الصوم القديمه. انا بتاع الصوم بك يا. اشتري دول تفتحنا حليب ان شاء الله. رينا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كويس. لا ده سليم وده سليم. ده ممكن وريني الجزم. لا 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 دول ما ينفعوش دول ما ينفعوش. لا دي لها فردة؟ لا ملهاش. ناخدها. دول ما ينفعوش ودول ينفعوا. ادفع في دول 3 شلن. 3 شلن في انك وانت حمار. بقى سيب دول وتاخد دول. والله انا حر، دي شغلتي. هتعرفينا شغلتنا. وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصبح؟ هتشتريهم بالربع جنيه وانا مش دافع فيهم غير بريزه. هات جتك البلا وانت حمار. الله الله الله، ليه قله الادب اللي على الصبح دي؟ ما انا اقدر اقول لك يا بغلة. ها اخسيه على منظرك. بسم الله على منظرك انت، والله ما بلغدك معاهم يا باي. جكبو سخس. الله ما تصطبع على الصبح يا وليه. ولايه يا عديم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكل على الله. الاسكندريه العجوزه مدينه نصر جمصه اي سي مراقيا دمياط راس البر بي اي سي اي سي سي اي سي بي اي سي الشركه الام. يميننا في التجاره ويسارنا في الصناعه وعيوننا على التصدير. اي سي فكر دائم فكر متجدد. يلا معلم بعض. قلت يا معلم بعض. يا ادم يا معلم اللي انت جايبه ده؟ دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. والله مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجة كنت بشوف فيها الرمق ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل القديم. شوف ده تانك كان سليم قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحة انا متخمش، اي حاجة لازم تبقى زبالة. معلمنا بيحب الزبالة، والزبالة اليومين دول بتكسب ذهب. انا مش بتاع الزبالة يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمة الحاجات المحترمة. وبعدين معاك
اشتريت شويه الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي يا معلم 50 جنيه. بال 50 جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم يا اه. بقول لك ايه؟ انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن ما اوريكش خلقتي انما ما اعرفش الفلوس بقى ما اوريلكش يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه امضي لي على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين هات السوم يا ساعة معاك كام؟ ساعة كده؟ طيب يا ستة ارحمونا مش كده كل يوم كفته 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 مفيش يوم بطاطس ابدا والله هتعملوها روح قلبي ابو حياتي نور عيني انك انت بتغزلني يا راجل ولا ايه يا اخوانا طلائع الشباب تحييكم وترجوكم الهدوء نحن لا نملك الا الوسادة الخاليه لكتك نسيب اخوانا اللي فوق لحظة صمت عشان تسمعوني الحكاية سكتوا ليه اخوانا اخوانا اللي فوق خرجتوا ليه انا مش سامع حاجة مش هعرف انام مش هجيلي نوم زعقوا شوية يعني معقوله ست زي حضرتك كده مؤاخذه محترمه تعمل الحاجات دي حاجات ايه ده العادي يعني معرفش كان وصل لي اصوات كده لمؤاخذه ذات مغزى يعني مغزى مغزى ده ايه انا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي ايوه حريف في بيتنا يا حبيبي طيب ارحموا بقى البني ادمين اللي تحتيكوا برضه احنا لحم ودم لمؤاخذه دم وانت لو كان عندك دم كنت سبت الايجار متاخر عليك ومادام بقى عمال تتلمط لي انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات ايوه دلوقتي بالذات احنا ما قلناش حاجه بس انا مضروب اليومين دول في الشغل وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه تشتغل انت عمرك تشتغل ده انت صالح انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز ست صجاط نعم انت بتتنقلت عليا اسمي صباط صباط يا رحمة خلاص خلاص صباط اصابات عصابات كله ماشي ولا ولا اسمع انا صبرت عليك كتير واظن ما حدش يقدر يغلطني في الحته ابدا لما بقى كركبتينك وهوينا ايوه هوينا طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه قضيه هو انا بتاع قضيه يا حبيبي ده انا اخد حقك ايه لا يا ست صباط مش كده مش كده انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك لا مد بقى وراني هتعمل ايه لا يا ست صباط مش كده على فكره ولا نعم عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني اوعي ولا وبعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان والله العظيم والله العظيم يا مؤاخذة بنتفاهم احنا سعادتك كنت بتقولي معايا انا عايز اعرف هتعمل ايه انا مش هعمل حاجة انا مش هعمل حاجة بس عايز افهم سعادتك حاجة عايز اقول لسعادتك حاجة لا لا يا لا ما دام المسألة وصلت كده بقى للمؤاخذة انا عايز البيه يضربني لا البيه ولا انا هضربك بقول لك ايه انت تلم كركبتينك ولما في المشمش تبقى تشتغل تبقى تيجي طب الهدوم لمؤاخذة اخد الهدوم ضر لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذة الجو ده مش في اوضتي بقى انت بس ما مشيتش هي صباط طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل يعني مفيش فلوس يعني مفيش نوم طب انا عندي لك شغلانه كويسه قوي ايه هتشغلني وزير صناعه موزمبيق؟ لا 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 هشغلك خدام خدام محترم اخرب بيتك انت عايز ست اشتغل خدام انا وايه يعني عندي ناس محترمين وناس حلوين وتاكل لقمه حلوه وبعدين دلوقتي ما اسمهاش خدام اسمها شغال انا هوديك لواحد معرفه هيوديك تشتغل في بيت محترم لا 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 خدام ولا شغال ولا كامل فخ ده انا اشتغل خدام ولا هم يدفعوا كويس قوي كده طب سيبنا افكر انا دلوقتي ما عنديش حاجه في دماغي غير اني انام انت
تعال اشتغل معايا حمار عشان اخش اوضتي. يلا حمار. لا المرة دي بقى هتصور قاتل يا مقتول. كده ضربة. انت حلوة. انت بطل. الله 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 الله. مش كده يقطعك يا لوي. اتهد شوية اتهد شوية اخ كفتة. اتهد شوية اتهد شوية. الحكومة هتلاقي على خلفتكم ازاي؟ هتوكلكم منين الله يخرب بيتكم يا كفتة؟ يا كفتة اتهدى يا كفتة. ستة والله انا خليك تسعة. اتفضل. ايه ستة ده؟ ده رقم ايه؟ ما تعرفش ستة؟ ستة يعني واحد وخمسة ستة، اتنين واربعة ستة، تلاتة تلاتة ستة. بني ادم مننا بيه في الاخر رقم، يعني شكل سعادتك اديني تسعة على طول. خلاص خلاص خلاص. خلاص. أنا أهم حاجة عندي هنا الأمانة. لا موجودة. وما أحبكش تكون صرصار. ايه صرصار دي؟ صرصار صرصار يعني رغاية تتكلم كتير. واللي تشوفه هنا كأنك ما شفتوش. لا ما شفتوش يا بيه. تحافظ على أسرار البيت يا ستة. ماشي ما تخافش، سر كبير. أنا ما عنديش أسرار هنا، إنما أي حاجة تحصل تبقى سر. ماشي سر. ماشي. اتفضل اعمل لي فنجان قهوة. أنا يا بيه. المطبخ من هنا. حاضر. اسمع. نعم. أنا عازم الناس بالليل، عايزك تنظف البيت ده كويس قوي. الله. لا ما هو محتاج نظافة برضه. وبعدين حابب ابعتك تجيب لي شوية طلبات. اتفضل. طيب تشرب قهوة؟ لا مؤاخذة البطاقة الله يكرمك، معلش عشان في لجان في السكة بس. هي خدمة يا بيه. خمس ايام قدام بالراحه. بتقول ايه يا ولد؟ لا مفيش حاجه، انا بقول سعادتك واقف يعني مد ايدك عشان في اكل تاني جاي، في جاي كتير. سته؟ سبعه، قول ثمانيه انا يخرب بيتك. ثمانيه؟ سته؟ نعم. ادخل درينك للناس اللي جوه. مال؟ درين ايه؟ درينك ويسكي. ها؟ ويسكي قصده خمره. دي اسمها خمره لا مؤاخذه، طافيه. اشرب خمره جميله، خمره زي ميه النار هتمسح لك كل المسائل. يا عصام بيه. الله، ولازمتها ايه يا عصام بيه؟ عايز انا اقول لك يا سهير هانم. ايه
الله ده اكسير الحياه، انا عمري ما دقت الطعم ده. اديها اكسير الحياه دوبل عشان ال انا من ساعه ما حضرتك كنت بتوشوشها بقها. انت هنا بتعمل ايه؟ انا جايب سعادتك الهباب ده. طب حط ايدك واطلع بره. حاضر عينيا. لا تقدر سعادتك كمل مالكش دعوه. هيسكر زي عبد العزيز بالملي، بس عبد العزيز ما بيبوزش. مش هاين عليه يشيل بوزه. يا سلام يا سلام يا سلام. كده؟ يا سلام يا سلام. ايه اللي بتعمله ده؟ اتجننت؟ ايه بيه بقينا حلوين فرحان بصيكوا وبقينا فكين واخر لغواصه. ايه ده؟ ما تروحش في الاكابر بس. وقاستك؟ يا عيني على الجمال. ماشي بيه. كلامك 100 100. تعالى. رأس الأكابر، أكل الأكابر، شرب الأكابر، العيشة الأكابر، أكسير الحياة الأكابر، ما خليتولنا إيه إحنا إيه يا ولد الكلب؟ خليتولنا إيه؟ ما لكمش سيرة غير البلد مديونة، البلد ما فيهاش فلوس، طب بطلوا اللي بتعملوه ده وإحنا حالنا يبقى 100 100، عليا النعمة ندين أمريكا، الله يخرب بيوتكم. ان كل الناس عايزه تاكل لحمه وسمك ويبقى عندها فيديو وتلفزيون وشواق، هو ده معقول؟ مش ممكن طبعا. لا مش ممكن طبعا، ربنا خلق ناس طبقات ودرجه. اللحمه ليها ناس. ايوه. والسمك له ناس ثانيه. والكافيار كمان له ناس. طبعا يا حبيبي. تعرفي انا لو من الحكومه امنع طبقات الشعب انها تاكل لحمه، ساعتها اللحمه هترخص ومش هيبقى فيها ازمه، ويمكن الكيلو يبقى ب 3 جنيه. لا مظبوط يا بيه، كلام سعادتك 100 100 فعلا. المفروض الناس الجزم اللي زي حالاتنا ما ياكلوش لا لحمه ولا سمك، لان منظرنا لمؤاخذه احنا بنفعص فيها وبناكل منها بنشوه طعم اللحمه والسمك، بوظ منظرها. احنا المفروض ناس همج لمؤاخذه من الطبقه الشعبيه، المفروض ما نعيش في شقق، لا نعيش في كحول وفي الترب وفي الشقوق وكمان ناكل دول. شربات شربات يا ستة، دمه خفيف الولد ده. جبت العفروت ده منين؟ جابني منين؟ موطني الاصلي نيكاراجوا جنوب افريقيا. شربات برافو عليك يا ستة. في صحتك. يا اخويا الله يساعدك تعمل لي فنجان قهوه عشان افوق. عينيا هعمل لك قهوه تفوقك عشان تلحقي تروح الشغل. هو بالمناسبه الهانم بتشتغل ايه غير يعني العمل النهاري يعني؟ اه برضه يعني ليل ونهار شقيانه. برافو عليك يالا. يعني لا مؤاخذه مالكيش اهل؟ ايه؟ قصدي يعني ابوكي يعني الوالد ما بيعترضش على ال الله يرحمه مات يجي من 50 سنه. على خيرة الله. يعني مات قبل ما تولدي ب 20 سنة. عليك نور، عشان كده دلوقتي تقدر تقول من غير أب. اه طايحة، مفيش حد يشكمك. لا في، أنا جوزي. ما شاء الله. راجل بيديني 15 جنيه في الشهر بلبسه وأكله والولاد، وأنا بيحبني بيموت فيا، بقول مراتي ست مدبرة.
بديها 15 جنيه في الشهر تصرف عليها فوق الألف جنيه. نبيل حلو والله كل ده من التدبير. ها شاطر. جاتك القرف في شكلك. ايه داهية. ايه وين جاتك مصيبة. ايه وين اسمك يا بت؟ اسمي بسبوسة. وكمان مسمينك بسبوسة؟ المفروض يسموكي قرف، زفت، طين، قطران، هباب ازرق. جراوات. اذا كان البيل انت بتشتغل عنده بيموت فيا. قوم يا اخويا قوم، قوم لحسن اتعطلت اعمل لي ايه؟ ما تعطلتش عليا ان شاء الله يا خالتي. عن التدبير يا روح خالتك. يا نهار اسود، ده انا امي كانت مدبره قوي. عملت ايه يا سمو؟ لميت 3 مليون دولار. هاي عايز قوي، بس انا عايز اكتر. احنا اكبر ناس في السوق لدلوقتي يا سعاده البيه، مفيش تاجر عمله زينا. خليك عامل امال، انا عايز الم كل الدولارات اللي في السوق. ده اللي بيحصل، بس انا خايف لو نكون متراقبين. ما تخافش ما تخافش، انا هوزع الدولارات بمعرفتي ومحدش هيعرف فروقهم لحد ما اخرجهم بره مصر. وما دام ما عندناش عمله في ايدينا يبقى ما حدش هيقبض علينا. ده باين هنخربها ونقعد على تلاها. ايه الهبل ده يا سامي؟ احنا عايزين مصلحتنا. ماشي يا بيه. يلا حطوه في العربيه. حاضر يا بيه. طيب يا دوكشن، تعال نعمل يا باشا. اسمع، التسريحة اللي جوه بتاعت الهباب اللي اسمها زيزي عايزك تاخدها من هنا وترجعها الكباري. امرك يا باشا. جبت معاك عربية؟ جاهز يا باشا. اتفضل خدها. ماشي. اسمع، دي اول مرة واخر مرة تيجي بيتي، مش عايز حد يشوفك هنا خالص. سعادتك امرتني اجي فجيت يا باشا. اتفضل بلاش غلبه. يلا. حاضر يا باشا. وعامل ايه في شغلك؟ الحمد لله بيومي، الحمد لله. خش سعد عليا فل. هو الراجل مديني اجازه نص يوم النهارده. يعني مبسوط؟ الحمد لله، نشكر فضله. الحمد لله، او على الاقل نسد ديوننا يعني. ولا بقولك ايه، ما تجيبش سيره بقى وتقعد تلقط مع اهل الحاره قوي وما تقولش ان انا بشتغل خدام. لا 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 لا، هقول انك رئيس وزراء 100 غمر. ست زينب، ازيك يا ست زينب؟ ازيك يا ست؟ اخبارك ايه يا ست زينب؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك؟ ازيك يا بطه؟ ازيك يا عم ساك؟ الحمد لله، الله يخليك. بقول يا ست زينب، انا يعني عايز اقولك حاجه كمحور اساسي للعمود الفقري بتاع الاصاله بتاعتي في الحته. يعني انا الفلوس ان شاء الله هتبدا تجري في ايديا، فلو ما عندكيش مانع ان احنا يعني نبقى على محاور اساسيه في التعاون. يعني اي طلبات، اي خدمات، اي مساعدات، انا ملكي ديك. يعني شايلك لعوزه يا ست. رقبتي، رقبتي سداده يا ست زينب، رقبتي سداده. ربنا يخليك وتسلم لي رقبتي. الله يخليك. بطه، مالكيش اي طلب؟ اطلب لي كرسي معسي. عن اذنك يا ست.
بلاش سهواك عندك شغل. السلام عليكم. تعال هنا. ابي اتأخرت ليه؟ مش سعادتك اللي قلت لي يا ستة تعالى الساعة 6؟ قرب ما اقول لك. ايوه. عايزك تنزل دلوقتي حالا تجيب لي بسبوسة. على اسم بسبوسة. بسبوسة؟ أنا أجيب لسعادتك بسبوسة؟ وفيها إيه؟ أنت أنا بحبها أوي. أيوة مع احترامي لسعادتك، يعني تحبها ما تحبهاش دي مش مشكلتي يعني. الله، وفيها إيه؟ ده أخويا كمان بيحبها أوي. عارف كان يخبيها مني تحت السرير، بس هو يخرج من هنا ولا طف النور عينك ما تشوف إلا الضلمة. يا دي المصيبة السوداء. لا لا مؤاخذة مع احترامي بقى، أنا ماليش دعوة بالجو ده. يعني إيه مالكش دعوة بالجو ده؟ روح روح هات. أجيب إيه بإيه؟ عايز أجيب لك بسبوسة ليه؟ تجيب لي بسبوسه ليه؟ عشان اخبرها. طب حضرتك بتقول على المفتشر كده تخبرها؟ اخبرها انا واصحابي. انا هروح اجيب لك بسبوسه عشان انت واصحابك تخبروها. ليه بقى بيه؟ اقول لك عليا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ لا انا ماليش دعوه بالجو ده خالص، ماليش دعوه بيه. انا دمي حر، انا ممكن اقطع هدومي واروح في 60 دقيقة. ايه يا الهبل اللي بتقوله ده؟ مش حضرتك عايزني لا مؤاخذه يعني؟ ولا مؤاخذه ايه؟ لما تشتري لي 5 كيلو بسبوسه اكلها انا واصحابي تبقى لا مؤاخذه. ادي الحوسه. لا مؤاخذه حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه. لا كده 100 100. انا كنت فاكر ان حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه. بس 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 يلا. الله، ده أكسير الحياة، أنا عمري ما ذقت الطعم ده. لو أنت كنت ضابط. إيه؟ ممدوح بيه؟ ايه في ايه؟ البسبوسه ساحت في ايدي. مش تخبط الاول؟ ما انا خبطت يا بيه، ايدي اتهلت من التخبيط، بس يظهر اكسير الحياه كان لادع في ودان سعادتك. حطها عندك. اهلا يا مدام. اهلا. زي بابا وماما الاولاد البيه جوزك مش بخير الحمد لله، في تدبير. الله، انت لسه واقف عندك؟ بريزه يا بيه. خد البريزه وهوينا. تاخد انت نص جنيه وتسيبنا نتفرج؟ ايش شكل؟ مالك يا ست؟ مش فله؟ الله بقى يوم اخويا، من حيث الفلوس فله، انما يا اخي انا ما بعرفش اخد نفسي ولا راحتي غير في حارتي. بالك الناس اللي انا شغال عندهم دول هم واللي زيهم ناس مش عايشين، كفايه كدبهم على بعض وكفايه من نوعيتهم. انت باين عليك غو فخر. يمكن عشان بحب الحاره واللي فيها. هتشرب؟ خلاص حبكت ماشي بالشيشه ورايا لغايه هنا. اللي واخد عقلك يا عم. ايوه بس انا فين وزينب فين؟ دي كانت متجوزه امين شرطه اسم الله. ربنا يقرب البعيد. يا سلام، بلاش سهوكه، اتاخرت. والفيديو 10000 جنيه هو الدباكه دي كلها عشان انا؟ 10000 جنيه وفيديو ايه بيه؟ انا مش حرامي، انا ما سرقتش حاجه. لا انا بسرح دي بجد. ممدوح بيه، ممدوح بيه، انت ناسي لما كنت لا مؤاخذه متنيل ب 60 نيله سكران ومتنيل ومهبب واديتني 1000 جنيه واصبحت الصبح اديتهم لسعادتك؟ ماشي. بتلعب على مين يا واد انت؟ دي حركه انت عاملها عشان
اتخم واثق فيك تديني القليل وتلهف الكتير. ممدوح بيه بلاش الكلام الكبير ده لبك وتلهف والكلام ده، ما خليت ايه للصغير على مؤاخذه. اخرس! اهو انت اللي تخلص، انا سكت لك من الصبح، انا اشرف وانضف من 50 واحد زيك، انا البنكز بيتي لما كده غلط. حضرتك مش سامع بيقول ايه؟ سيبنا نتصرف احنا. تضربني يا بيه؟ تضربني؟ خساره. دي اخرتها؟ خدمتك واشتغلت عندك مرمطون وفي الاخر تضربني؟ منك لله. اشوف فيك يوم يا ممدوح ابني بقانه، اشوف فيك يوم. اتفضل معلم. انا فين حظبط؟ هنستكمل المحضر ونجيب امر من النيابه ونفتش بيتك. لا ممدوح بيه المساله بجد، ابوس ايدك ابوس ايدك يا ممدوح بيه. انا مش حرامي، انا ما سرقتكش. ما انت بيخش بيتك 50 نفر كلهم ولاد كلب اشمعنى انا؟ امشي يا نفس يا حرامي. حرام عليك، اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم يا ممدوح ابن عدلات. ممدوح